نروح لماتش سيمبا. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في نادي الاهلي كان ليه مجموعه تصريحات متعلقه بالمباراه، منها اتكلم في شق او في جزء على ابرز يعني الصعوبات اللي يمكن بتواجه الاهلي في مواجهته لسيمبا، واتكلم على فريق سيمبا الحقيقه اللي زي ما قلت لحضراتكم واكدت هو كمان اكد انه فريق صعب وفريق محترم ومقدم موسم كويس وبيمتلك عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين. عن رؤيته المشوار الاهلي في البطوله وعن مرحله دوري المجموعات هنتابع مع حضراتكم جزء من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ. احنا من واحنا هناك قلنا للعيبه واللعيبه عارفه كده كويس ان احنا جايين هنقابل فرقه محضره لنا كويس قوي ومذاكرانا بشكل كويس وفي نفس الوقت مركزه معانا قوي، فمهم جدا ان التركيز ده يقابله تركيز والقوه يقابلها قوه والنديه تقابلها نديه والا الدنيا هتبقى صعبه يعني. فان شاء الله الرحمن نكون عند حسن الحظ وفي نفس الوقت باذن الله نرجع بنتيجه كويسه باذن الله. احنا في 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 عصر يعني بقى او في مرحله صعبه جدا في العالم كله يعني، فما فيهاش اللي هي فيها هزار ولا فيها نوع من التسيب ولا حاجه، ده انت ما بتضرش نفسك ولا حاجه، انت بتضر مجموعه كبيره جدا وبتضر تيم وبتضر ناس وراك كمان يعني. فطبعا هي اقدار متاكد من ده، لكن في النهايه يعني عليك ان انت تبقى حذر جدا يعني. احنا جايين لمهمه، مش جايين لا نبص يمين ولا شمال ولا نطلع ونخرج يعني، جايين لمهمه ان شاء الله الرحمن نأديها ونرجع باذن الله. طبعا يعني انت جاي انا عارف كويس قوي ان حسابات المجموعه بتبقى مختلفه، لكن في نفس الوقت زي ما قلت لك يعني مهم جدا ان انت تيجي تحط كل شيء في وضعها الصحيح يعني. انا مؤمن بده تماما يعني، يعني حلو قوي الفرحه وجميله قوي الانتصار، لكن خلاص امبارح بتاع امبارح لا بتقلبوا دراما على طول ولا هي تراجيدي على طول ولا هي كوميدي على طول يعني. الحياة دول، فالنهاردة غير امبارح غير بكرة، كده بيخلص وكده بيخلص يعني. لو حققت وربنا وفق بإذن الله وكله بتوفيق المولى عز وجل يعني، لو حقق المطلوب أو حققت المطلوب بص على الخطوة اللي بعدها وبص على السطر اللي بعده وقفل الصفحة على طول يعني. لو ربنا سبحانه وتعالى ما كانش فيه إرادة هتدور على دوافع جديدة وأسباب جديدة يعني. لكن كل اللي عايز أقول في عالم كرة القدم مش في النادي الأهلي بس يعني، زي ما هي فيها متغيرات فيها ثوابت يعني. من الثوابت أن أنت التاريخ خلاص اتحفظ واتكتب ومحدش هينساه، لكن المستقبل كمان عايز تذاكر له كويس وعايز تحضر له كويس وعايز تجتهد كويس وعايز تتعامل كويس وتدي كل فرقه حقها حتى لو كانت يعني بعيده عن التنافس ولا حاجه، لان خلاص المستويات في افريقيا اختلفت خالص عن زمان يعني. كل فرقه عندها ثلاث اربع عناصر يقدروا يعملوا لها الفارق وخصوصا على ملعبها يعني. النهارده هتقابل جمهور ممكن هم سامحين ب 30,000 40,000 يعني، هتلاقي في مساحه جماهيريه عريضة جدا موجودة في أجواء مش هي اللي انت معتاد عليها، لكن في النهاية انت بتلعب في أفريقيا يعني البطولة الأغلى والأقوى، وعلى حسب الهدف وعلى حسب المطلوب يعني بتبقى التضحيات. أعتقد اللي شفناه في البطولة اللي فاتت واللي حسيناه بالبطولة اللي فاتت والفرحة اللي كانت عليها جمهور النادي الأهلي تخليك تبقى مستعد وتضحي وتجتهد وتبذل كل ما في وسعك عشان تكرر الفرحة بإذن الله تاني في العشرة بإذن الله. احنا كمان كلنا ثقة في اللعيبة زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ قال، ان كلنا ثقة كبيرة انه بالرغم من التحديات دي ان شاء الله تكون نتيجة المباراة ايجابية. كمان كابتن سامي قمصان مدرب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي اكد اهمية مباراة الفريق اللي جاية في دوري ابطال افريقيا قدام فريق سيمبا التنزاني، وقال ان الاهلي طبعا بيسعى ان هو يحقق النتيجة ايجابية علشان يبحث عن صدارة المجموعة، وقال كمان ان فريق سيمبا التنزاني اختلف تماما عن المواسم اللي فاتت وبقى فريق مميز. نشوف قال ايه ونرجع تاني. المباراة مهمة بالنسبة لنا وصعوبتها طبعا يعني المسافة، وممكن انت قلت الحمد لله اللي مجلس الإدارة وفر طيارة خاصة ساعدتنا كتير جدا وساعدت اللعيبة جدا على الراحة تستريح كويس، والرحلة الحمد لله اعتقد كانت مريحة بالنسبة لنا. مباراة صعبة بالنسبة لنا جدا، مباراة كبيرة بالنسبة لنا، تأكيدا ان انت البطل بتلعب فرقة مميزة عندها خبرات كتيرة في افريقيا، و بيساعدها طبعا عامل الجو اللي انت شفت، انت هم عكسنا جدا في التاسك يعني، هم عندهم دلوقتي طقس حار جدا يعني وفي رطوبه عاليه جدا جدا، لكن اعتقد الحمد لله اللعيبه عندها من الخبرات اللي تؤهلها ان شاء الله اللي هي تقدر تتعامل كويس مع الظروف ديت، ويمكن مروا قبل كده بالظروف ديت. ان شاء الله الراجل مصمم جدا ان احنا ان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه، وحتى من بعد ماتش المريخ الراجل اتكلم في اوضه اللبس ان مهم جدا ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه في الماتش ده ان شاء الله، ونحقق مكسب كويس بالنسبه لنا ان شاء الله يساعدنا ان احنا ان شاء الله نتاهل بدري
بدري ويبقى عندنا طبعا افضليه. انت بتتكلم ان انت بطل افريقيا ثالث العالم، فمهم جدا ان كل الفرق هتقدر تقاتل قدام النادي الاهلي عشان تثبت جدارتها. لكن اعتقد الحمد لله ان احنا عندنا القدره ان شاء الله ان احنا نتعامل في الموقف كويس، ان شاء الله يكون عندنا فرصه كبيره ان شاء الله في المباراه باذن الله. تحضير المباراه مهم جدا فنيا ونفسيا عشان ما تتفاجئش. هو دايما الراجل بيقول دايما لازم تبقى عارف خصمك ازاي، اللعيب اللي انت هيلعب عليه يتحرك ازاي، ايه نقاط قوته وايه نقاط ضعفه. ويمكن ده الحمد لله اللي احنا بنشتغل عليه طول الفتره اللي فاتت دي كلها من اول ما الراجل جه، حوالي 25 مباراه اعتقد. زي الاستعداد هو دوري زي افريقيا زي بطوله العالم، فاعتقد الحمد لله دي من الاجابات. واللعيبه اعتقد الحمد لله برضو استوعبت الفكره ديت وبتستفاد كتير منها. يمكن لعيبه كتيره جدا اتطورت برضو من عشان الموضوع دوت. اعتقد الحمد لله انت شفت في الطياره كلنا كل اللعيبه كلعيبه وجهاز وكل الناس بتتفرج على المباريات وبتأدي الملاحظات بتاعتها، وبعد كده الراجل بيتناقش مع بعض وبيتناقش مع اللعيبه، واعتقد الحمد لله بتدي مردود كويس الحمد لله. طيب طبعا ده كلام كابتن سامي قمصان وكلام كابتن سيد عبد الحفيظ عن المواجهه.